ليدخل اسمكم بالسحب على هدية تقديمة مجوهرات تابروماس بقيمة $1000 أمريكي، اعملوا شير للفيديو وبعتوا كلمة موائد على رقم الواتساب الظاهر على الشاشة لمزيد من التفاصيل عن شروط الربح. سلطان الشهور هو شهر رمضان بتركيا، وهالاسم إذا دل على شيء فعلى ميزة الشهر الكريم عند الأتراك، ولهيك مظاهر رمضان تظهر واضحة بالمدن التركية وبالذات بمدينة اسطنبول. واسطنبول مش بس كبيرة بحجمها، هي كبيرة بتراثها الإسلامي ومساجدها التاريخية يلي بتستقبل الشهر الفضيل بتزيين منارات المساجد المنتشرة فيها وإنارتها، ومع إنارة 77 ألف مئذنة بكل أنحاء تركيا. بيعتبر الأتراك ليلة ثبوت رمضان فرحة كبيرة بتعبر عنها التركيات بالزغاريد وتبخير البيوت بالمسك والعنبر وريحة الورد يلي بتنعش النفوس. أما الأسواق قبل رمضان فهي خلية نحل بتعج بالمحلات والباعة يلي بيعرضوا الأكلات والحلويات التقليدية يلي بتتقدم على موائد الأفطار طيلة الشهر الكريم، مثل الزيتون والبسطرمة والجبنة والتمر. ولهيك من عادات الأتراك بالشهر الصوم الأفطار على التمر والزيتون واللبن، وبعدها بيجي دور الأطباق الرئيسية وأهمها الشوربة والأكلات المحضرة من الأرز واللحوم والمحاشي والكباب، والمشروبات المنعشة مثل الكركديه والتمر الهندي، والحلويات مثل البقلاوة والكنافة وحلى عاشوراء. وما بتكمل المائدة إلا مع الخبز المعروف بخبز بيدا يلي بتشتهر فيه المخابز التركية، وبتستمر عادة الخيام التركية يلي بتتواجد بالميادين والساحات العامة وبتقدم الإفطار المجاني للصايمين بالطرقات. والأهم برمضان تبادل الزيارات للإفطار عند الأهل والأصدقاء وتبادل الأطباق مع الجيران وقت الإفطار، حتى صارت العادة جزء من الثقافة التركية واللي بتقوي روابط الألفة والمحبة، وبتعمر السهرات بالخيم لمشاهدة الأفلام الدينية وسماع الأناشيد حتى الفجر. برمضان حتى الأطفال إلهم دور بالتعبير عن هالفرحة، بيوقفوا مصطفين قبل المغرب شوي ليأخذوا الخبز الطازة الخاص برمضان. ولأنه رمضان عند الأتراك شهر المحبة والتسامح، بيقوم الرجال بإلقاء خطابات غرامية لزوجاتهم بيجددوا فيها الحب والمودة وبيعتذروا عن أي خطأ بدر منهم. وبيتميز شهر رمضان بتركيا بأجواء رمضانية ساحرة، وبتزدحم المساجد التاريخية بالمصلين لأداء صلاة التراويح وقراءة القرآن وختمه، وهي عادة معروفة عند الأتراك طيلة شهر رمضان. ويعتبر جامع السلطان أحمد من أشهر الجوامع التاريخية اللي بيتوافد عليها المصلين لاحتوائه على قبور الأولياء والسلاطين العثمانيين. ومن العادات المهمة زيارة جامع الخرقة الشريفة بحي الفاتح باسطنبول لمشاهدة الخرقة النبوية الشريفة يلي نقلوها من الحجاز لاسطنبول، واللي سمح السلطان عبد الحميد الثاني بفتح صندوقه وعرضه على الناس بشهر رمضان المبارك. وما بتكمل بهجة رمضان وختام السهرات إلا مع المسحراتي يلي طبلتوا بتدور الشوارع والأحياء تتذكر النايم بوقت السحور. سحور الأتراك هو الرز بحليب ومربى المشمش والزيتون والفطائر والشاي. ومن تركيا نختم حلقتنا لليوم، ومنلتقى بكرة إن شاء الله مع بلد جديد وعادة جديدة. حابين تكفلوا يتيم أو تأمنوا وجبة إفطار لعيلة محتاجة؟ بدكم تدفعوا زكاة أموالكم؟ نستقبل كل تبرعاتكم عبر هيدا الرابط. الله يتقبل ورمضان كريم.